رجعنا لكم أعزائي المشاهدين بعد الفاصل، ونتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم. طبعا دلوقتي عندنا مفاجأة جميلة جدا، معانا الإعلامي الجميل اللي دايما حابين ونطلع معانا بسبب اللباقة الجميلة وأسلوبه الراقي اللي دايما بنستمع منه أو بتجيلي مكالمات كتير على أسلوب الدكتور إبراهيم. هو الإعلامي والدكتور إبراهيم الطنطاوي، أهلا وسهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا. النهاردة حابين نتكلم مع حضرتك طبعا، ناخد رأيك في بعض الموضوعات المهمة، وعندنا موضوع يكاد يكون من أهم الموضوعات اللي بتواجه كل، مش هقول كل أسرة مصرية، هقول امرأة مصرية. طبعا كل امرأة مصرية بتتعرض لمشاكل ومتاهات كتيرة ناتجة عن كلمة الطلاق. في حلقتنا النهاردة عن الطلاق، ورأي، مش هقول بقى رأي الدين ورأي المجتمع ورأي كده، أنا عايز أسأل حضرتك إيه رأيك في المرأة المطلقة؟ إيه طبعاً قبل ما أبدأ كلامي أنا بحييكي على الإنترو بتاعك، ويعني تهنئة الشعب المصري ووزارة الداخلية وعلى رأسهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد الأمة العربية بمناسبة عيد الشرطة. وأود أن أقول قبل أن أبدأ حديثي، تحيا مصر وكل عام ووزارة الداخلية بخير وفي أمن وسلام، كل عام والشعب المصري ككل في أمن وسلام، كل عام والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد الأمة العربية في أتم وأفضل وأحسن الأحوال. وأختتم وأقول تحيا مصر. تحيا مصر. نرجع لموضوعنا. سؤال حضرتك عن الطلاق. للأسف نسبة الطلاق تتزايد خصوصا في الآونة الأخيرة. طيب قبل لما أتكلم عن الطلاق كمصطلح، أنا لازم أتكلم في مسببات الطلاق. أسبابه طب. إيه أسباب الطلاق؟ أسباب الطلاق عدة، من ضمنها تقصير الزوجة، مخالفة الزوج، إلى غير ذلك من الأمور. فلم يتفقوا فقرروا الطلاق، مش قادرين يتأقلموا مع بعض. والتقصير هنا ممكن يكون من الزوج. خلاص. الأمر الثاني، أسباب الطلاق إن تكون امرأة عفيفة محترمة ذات دين وخلق، ممشية بيتها كما ينبغي، والأب مقصر من نواحي كتير، لا بيراعيها ولا بيسأل فيها ولا بيهتم بيها إلى غير ذلك من الأمور. فلذا بيتم عمل محادثات مشتركة بين الزوجة والزوج اللي هما بيعانوا من هذا، من هذه المشكلة، من هذه المشكلة. وممكن بينتهوا إن الزوجة خلاص بالبلدي كده طهقت، مش عايزة تكمل بسبب الطلع. بسبب الزوج هنا وتقصير الزوج في حاجات كتير، فبتطلب الطلاق. الحاجة التانية، أنا عايزة رأي حضرتك. بص يا دكتور، أنا موضوع الطلاق في حد ذاته ده لي حلقة مخصصة، وإن شاء الله برضو هحاول إن احنا نبقى مع بعضنا فيها. لكن أنا بكلم حضرتك رأي المجتمع في المرأة المطلقة. طبعا كلنا كالمعدات، السؤال هنا اتغير. يبقى انت تقصدي انا اي راي المراه. انا عايزه اشوف ظروف المراه، لان طبعا كتير جدا ومن المعتاد ان المجتمع واخد ان المراه المطلقه يا حاجه مع صعبه الأسف. جدا مع الاسف يعني ليها علامات كتير 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 استفهام. وده اللي عايزه اقول له حضرتك، ايه راي حضرتك يعني في النظره دي اللي بينظروها، هل صحيحه أو غير صحيح؟ والله أنا بتكلم وبكل صراحة وبكل موضوعية، نظرة المجتمع إلى المرأة حرام. شوفوا بقى، نظرة المجتمع للمرأة المطلقة
ده يعني ظلم، والظلم ظلمات. تمام. نظرة المجتمع ككل على المرأة المطلقة ووصفها بأنها مسيئة إلى غير ذلك فده ظلم وظلمات. طب مين اللي بيشارك في الظلم ده؟ اللي بيشارك هل المجتمع ولا الأسرة ولا الشخصية نفسها، الزوج يعني؟ أنا يا عايزة فندم، يا فندم، للأسف من عاداتنا المتوارثة إن المرأة المطلقة بتتحط في خانة كده سيئة، خانة العار، اتطلقت زي ما يقولوا العار علينا، اتطلقت. إما بقى الأسباب معينة خاصة بالخيانة بالزبط. إما أسباب معينة خاصة بعدم الأمانة، إما لأسباب معينة خاصة بعدم يعني الشرف إلى غير ذلك من هذه البيبان. ولكن في آية جميلة قوي بتقول إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والأغلبية بيصف وبيظن في المرأة ظن السوء. ما هو مش يعني يا دكتور إبراهيم، هو مش كل الطلاق بيبقى منصب على إن هي خاينة على أنها المرأة، إن المرأة أنا بقول هي مظلومة. أنا لا أنا بقول لك المتوارث أو المعتاد اللي احنا اللي احنا عندنا قاعدة متوارثة في المجتمع يقول لك المرأة المطلقة أول حاجة أو أول ظن بيخطر على بال يعني الفئة الذكورية مش الإناث إنها خائنة عادمة الشرف إلى غير ذلك من الأمور، ووصفنا ده وقلنا إن ده ظلم، والظلم ظلمات. ومع ذلك ما بينظروش لجانب آخر، ما بينظروش بقى للجانب الآخر. أيوة. ممكن المرأة تتطلق علشان تبقوا عارفين لأسباب، تخيلوا. ممكن المرأة تتطلق بسبب إن الزوج بخيل. ممكن المرأة تتطلق بسبب إن زوجها مش نظيف. ممكن المرأة تتطلق بسبب إن الزوج أصلاً ما بيراعيش ربنا فيها. ممكن المرأة تطلب الطلاق وتتطلق بسبب إن الزوج غير ملتزم وغير مكفي احتياجات بيته. احنا عندنا أحياناً طيب. فأنا بقول إيه يعني، أنا عايز أقول لحضرتك حاجة. اتفضلي. احنا بنشوفه ان كتير جدا من المجتمع بيبص ايه، المرأة المطلقة والمرأة الألمرة. الألمرة بكل الناس بتبقى ايه، متعاطفة جدا معاها، زوجها توفى. لما الزوج توفى يبقى دي ست غلبانة تربي ايتام. طب ما المطلقة غلبانة برضه. وفي تلك الحالتين بيتم استغلالهم ولكن بكل موضوعي. بس هو يعني استاذه نيفين في حاجه خطيره جدا. هو في حاجة أكتر من كده، انا عايز انوه عليها لو سمحت. انا عايز اقول لك برضه حاجه. احيانا ان اللي جوزها الارمله دي اللي جوزها توفى ممكن يكون يوم طلاق موته ده يوم عيد عندها، وبتكون سعيده جدا ان هو توفى. دي بتبقى قله. دي كتير. لا 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 لا. بصي يا استاذه نفين، واحيانا برضه دكتور ابراهيم احنا بنعاني من الحاجات دي في بعض المشاكل الخاصه. دي قله اللي هي ما بتبقاش محترمه وما بتبقاش عندها عاد، ما بتبقاش عندها احترام. مش الاحترام يعني هو كان خانقها بالنسبه لها. هي كان خانقها، كان كاتم على نفسها. مش مسألة كده على نفسها. نوضح بقى كلامنا هنا. مش كاتم على نفسها بشيء، لكن تعبها نفسيا. ممكن تكون الست دي عندها المقدره. احنا كنا بنتكلم اهو، احنا كنا بنتكلم في ايه. أيوه. ان مش كل ما مرأة تتطلق نصفها ونظن فيها ظن السوء. احنا اغلبيه، طب انا خده بقى 99%. انا مداخله. اتفضلي. الو الو. طب حاول تاني. 99% من الطلاق المرأة مش هي السبب، الرجل. خدها بقى مني من على منبرك. تمام. برنامج سكرين شوت. تمام كده اهو. ابراهيم الطنطاوي بيقول 90% وبل ازيد السبب في الطلاق بيبقى تقصير الزوج. بيبقى سببه استهتار الزوج، بيبقى سببه عدم أمانة الزوج، إهماله. بيبقى سببه إهمال الزوج، بيبقى سببه عدم شرف الزوج،
بيبقى سببه انها ضغطة على اعصابها 24 ساعة، لا بيقدرها ولا بيقدر عيالها ولا شايف لها اي انجاز نهائي، بل بالعكس بيقدر الغريبة وبيقدر الناس وبيفضلهم على مراته. فانا بصف هذا النوع من الرجال بانه نوع عرة ما يستاهلش انه يبقى رجل اصلا، لان النساء خط احمر. ربنا سمى صورة كاملة في القرآن الكريم وسماها النساء، والمرأة مكرمة رغم أنف كل معترض، وكرمها ربنا. والنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: أوصيكم بالنساء خيرا، أوصيكم بالنساء خيرا. فاتقوا الله. أنا بقول لكل أب، لكل زوج، اتق الله في زوجتك، اتق الله في زوجتك، لان الزوجة شايلاك. انت ما تقدرش تستحمل اللي انت تسهر ليل كامل لمجرد ابنك بيعيط او ابنك تعبان، ما تقدرش تستحمل اللي انت تبقى في مطبخ وتطبخ وتستحمل الحرارة حتى في نهار رمضان وانت صايم. اتق الله في زوجتك واتق الله في النساء. دكتور ابراهيم، طبعا انت عارف ان من ايام الرسول عليه الصلاه والسلام وايام الصحابه كانت طبعا بالنسبه للمراه الارمله والمطلقه كان الجواز بالنسبه لهم امر عادي، كان بيتجوزهم الصحابه سواء كانت ارمله او مطلقه. دلوقتي اذا تم هذا الموضوع فبيبقى بالنسبه للمراه المطلقه عار. مين قال كده؟ ويتحط التحكيم. مين قال كده؟ اللي بيقول كده المرأة مطلقة حد بيصفها بأنها عار هو اللي عار، هما اللي بينظروا ليها نظرة هو اللي عار، مش ما هو دي ثقافة متوارثة يجب تغييرها، يجب تغييرها. إن المرأة المطلقة، المرأة المطلقة هي إنسانة جديرة بالاحترام. ليه؟ حضرتك تقول لنا ليه بقى إنها جديرة بالاحترام؟ جديرة بالاحترام علشان مش اي واحدة اتطلقت بالبلد كده، خلينا نتكلم بكل موضوعية، يبقى هي وحشة. لا، ممكن زي ما انا جيت ذكرت في اول الحلقة قلت ممكن يكون الزوج هو السبب، معلش مش كويس، ممكن يكون الزوج ما بيهتمش بيها، ممكن يكون الزوج بيصدر منه افعال تخل مناقضة للقيم والمبادئ والأخلاق. وفي حاجات كتير ممكن على يعني مر الأيام نبقى نذكرها في برنامجك. مش شرط يكون المرأة هنا المتهمة لمجرد إنها اتطلقت أو لمجرد إنها خلاص خدت لقب مطلقة. نشوف ونتحرى ويكون لها أسباب. ممكن مرأة عفيفة نقية تقية حافظة لدينها، كانت ممشية بيتها كما ينبغي، مراعية ربنا، أيوة مراعية ربنا في أهل بيتها، حتى وفي أهل جوزها، حتى وفي أهل جوزها، تمام. والسبب إنه شخص غير مسؤول بالمرة، وسبب إنه تافه، وبسبب إنه معدوم الضمير، وبسبب إهماله إلى غير ذلك من هذه الأمور كان سبب في وقوع الطلاق والانفصال. تفضل. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. انا كده عايز اشترك معاكم في البرنامج. اتفضل يا فندم، اتفضل مع حضرتك. اتفضل. ايوه يا فندم، بقول لحضرتك انا مشكله الطلاق ديت عايزين نحلها. المشكله ديت تقريبا يعني تقريبا بيقول كل 5 زيادات في مصر حالات طلاق. احنا ايه المشكله دي؟ ما هي مشكلة الطلاق فعلا بقت كتير جدا يعني موجودة في مصر وبلاد كتير، يعني مش مصر وبس يعني. طيب هي في الوطن، في الوطن العربي ككل يعني. مش مصر، المشكله احنا ما بنحددش الفئه دي انها مصر بس هو فقط. احنا بنختلف في حاجه، ان في مصر فيها نظره مختلفه شويه، لكن الدول الاخرى ما بينظروش بنفس النظره اللي احنا بنلاقيها في 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 مصر. هو ده بقى ثانيه واحده بقى لا ثانيه واحده ثانيه واحده لما نيجي نتكلم عشان الساده المشاهدين، لما هنتكلم ثانية واحدة بس، لما هنتكلم عن المرأة احنا بنتكلم على شيء متوارث عربيا في العالم العربي، ومش عايزين نخص مصر بانها متوارثة لهذا الامر. معاملة الناس يا فندم، ايوه يا فندم، بعد اذن حضرتك، انا بتكلم على الشباب اللي يعني
بيبقى فاكر المرأة يعني مجرد ده يعني نزوة وبيتجوز وبعد كده خلاص. احنا قلنا لو انت تابعتني في الحلقات انا قلت بيتين حلوين قوي هكررهم لك دلوقتي وانت معانا. قلت الأزمة أزمة أخلاق، فإن صلحت طبعا الأخلاق صلحت الأمم ونهضت إلى أعلى، وإن فسدت الأخلاق فسدت الأمم وهبطت إلى أسفل وغرقت، وحينها لم تجد من ينقذها. ولذا الأب، أنت جبت فئة دلوقتي ممتاز طرح سؤال أو طرح شيء حاجة جميلة جدا. الشباب فعلا. الشباب أكتريته أو 99% إلا من رحم الرحمن بيصف المرأة ويعني ولكنها هي نزوة ومعبر للشهوة فقط لا غير. ده يعني ده كتير يعني جدا من شبابنا بيحب ان هو يتجوز وبعد كده واحنا شويه في الحلقات بتاعت فن التربيه قلنا الاب والام رعاه، والاب والام اساس، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. من المفترض ان الاب والام هنا منذ النشاه يربوا اولادهم على القيم والمبادئ، يربوا اولادهم على الاخلاق، يربوا اولادهم على احترام المراه، وبل واقول وتقديس المراه، لانها كل المجتمع. يعني برضو لازم يراعوا حاجه معينه، يعني ما يجيش الابن يقول انا عايز اسيب زوجتي وهو لسه شاب اتجوز فتره صغيره انا عايز اطلق. لا، لازم يبقى في تراويح يعني مناقشه وكلام، ولازم الام يعني في كتير جدا من الامهات خلاص انت متضايق من خلاص انت عايز مش بيطلق يا دكتور. عايز اقول لك على حاجه يا استاذه نيفين، انت متالقه النهارده. يعني متقلق بحرجك على الهواء، ده حاجه جميله. إيه انا مش عايز انا مش عايز اقول برضو ان الـ 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 المراه لها قدسيه وقدسها اصلا ربنا سبحانه وتعالى وذكرها في مواضع عده في القران. تمام خلاص تمام. الحاجه الثانيه، احنا ذكرنا في حلقه فن التربيه مع حضرتك قلنا الاب والام اساس كل شيء، صح؟ اساس كل شيء. تمام. ولذا انا بقول من على منبرك، اللي شايف نفسه مش مؤهل ماديا ومعنويا ونفسيا واخلاقيا ما يتجوز. صح، دي مشكلة كبيرة. بس دي مشكلة كبيرة. مش شاب تافه، مش شاب تافه، اسمعيني بقى. اللي لمست حتة جميلة جدا بس ان كتير من الاهالي بيقوموا هتتجوز احنا هنجيب. ايوه يا حبيبي عايزين نفرح بيك، وهو اصلا وهو تافه ما يشيلش مسؤوليه نفسه. لا مالكش دعوه، احنا هنكمل لك، احنا هندي لك. احنا بيجي فتره دخل البيت قعد شويه تعايش وعاش حياته، طبعا الحياه الزوجيه الاولانيه الجميله دي هو بياخدها كفرح، وبعد كده خلاص وصلنا لمرحله. تعالي بقى نفتح موضوع اخطر مما انت تتخيلي. تخيلي ايه؟ ان في بعض فئات من الشباب، حط حته بقى، ما اقول لك اهو بيظلم. هو مين بقى في اللحظه دي بيظلم؟ البنت اللي احنا هو هنيجي لسه. هنيجي للبلوى دي، هنيجي هي بقى وريني. قول هنيجي في بعض من الشباب، عشان ما عممش. ايوه هو بيتجوز عشان عشان ثلاث حاجات. ركزي كده معايا والساده المشاهدين يركزوا، الساده تركز معانا ونشوف ايه هما الثلاث حاجات اللي الشباب بيركزوا عليهم. بعض فئه كده من الشباب يقول لك ايه؟ الفرح، عايز يرقص، عايز يعزم فلان وبتاع ويفتخر وبتاع، والدنيا هشك بشك. انا اسف بكل موضوعيه كده، خلينا خلينا نتكلم. تاني اللقطة. حاجه تاني حاجه يقول لك ايه؟ الجواز ده نزهه. نزهه مبني على الشهوه. عارفين قصدي ايه؟ تمام. تالت شيء يعني يقول لك ايه؟ اروح بقى اجي ده بيتي، اخش بقى الفجر ما اخشش، العب ما العبش كده، انا راجل البيت. وهو ابعد ما يكون عن صفه راجل. اللي بعده طيب يعني هو طبعا احنا بنقوله ان اهم حاجه ان احنا ما نخليش الجواز ده لشبابنا بسرعه، لان طبعا بنتعرض لمتاهات كتير وازمات عديده يعني، واللي بيقعوا فيها برضو الاباء والامهات. بس احنا برضو لينا وجهه نظر الدكتور، ان احيانا بتبقى في بعض الحالات الزوجيه بتيجي الام الست مثلا بتقول لوالدتها او ولدها انا والله حياتي تعبانه جدا وبتاع ولازم عايزه اتطلق،
الرد الاوتوماتيك اللي بيترد ايه؟ لا 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 ليه تطلقي؟ لا عيب وحرام وغلط وما ينفعش. عيشي بقى. طب ما احنا هنعيش لعيالنا وهنشوف عيالنا، بس الضغوط اللي حوالينا مخلينا مش قادرين نتعامل ولا نتعايش. فساعات الاباء بيكون سبب رئيسي في وضع ايه مثلا، مش مقتنعين بالحياه، مش مقتنعين بان الطلاق ده احيانا بيكون نجاه. ما هي ممكن الست المطلقه تعيش حياه ثانيه. وبعدين خلي بالكوا احنا برضه، انا عايز اقول لك على حاجه، لا بس هي الست المطلقه دي مش بني ادمه، لسه اقول لحضرتك، مش من حقها اللي هي تعيش زي اي حد، زي اي حد. ليه المجتمع او بعض فئات المجتمع بتصف المراه المطلقه بانها مراه سيئه؟ ليه ده ظلم؟ معانا مداخله. الو الو. ايوه ايوه الو. السلام عليكم. ازيك يا استاذه نبيل؟ على صوتك، على صوتك شويه. ايوه استاذه. ايوه استاذه نبيل مع حضرتك. انا استاذه نوها، اتفضلي. زي حضرتك. اهلا وسهلا. أهلا. انا عايزه اعمل مداخله معاكم في موضوع الحلقه، لانه موضوع كويس جدا يعني صراحه. اتفضلي. انا عايزه اقول ان المراه المطلقه دي يعني مراه شجاعه جدا وقوية. انا بحييكي. انا بحييكي. واختارت ان هي ما تكملش حياتها مع حد مش بيحترمها. صح تمام. بس للاسف ان المجتمع بتاعنا الشرقي بينظر للمطلقه دي نظره كده يعني مليانه باللوم والعتاب على ان هي ما نجحتش يعني في حياتها الزوجيه. طب انت عايزه اسال حضرتك سؤال، هو من وجهه نظرك يعني هو الصح ان هي تستمر ولا ما تستمرش؟ والله على حسب المشكله اللي هي تعرضت ليها، ففي ناس ما بتقدرش تستحمل. فانا عايزه اقول لكل مطلقه ان هي ما تبصش لكلام الناس وترمي كلام الناس ده ورا ظهرها. تمام. وبس، وتقول الحمد لله على كده. بس هو المجتمع الشرقي برضك هيفضل ينظر للمطلقه نظره يعني غير صحيه. يا فندم يا فندم يا فندم، خلينا بقى نغيره. لا استنى بقى، انا عايز اضيف حاجه وحضرتك معانا على التليفون. عايزين نغيره. انا عايز اضيف حاجه. انا بقول لكل مراه مطلقه تحط في دماغها حاجه واحده بس. انا بقول لكل مراه انفصلت عن زوج مستهتر او عن بني ادم مستهتر بعيد كل البعد عن الانسانيه والرجوله، بقول لها اللي يروح معزه يجي بداله جمل. خلاها تاخد الايه. خلينا نتكلم بكل موضوعيه بصراحه. اللي يروح معزه يجي بداله جمل، بل فيل كمان. خلي عندها ثقه بنفسها وتحط رجل على رجل كده وتدي بالجزمه وما تقلقش ولا يهمها. شكرا يا فندم. فانا حبيت ان انا ادخل معاك وشكرا على المداخله. والله شاكره جدا يا دكتور. شكرا يا فندم. شكرا. بس برضو في ناس كتير يا دكتور ما بيبقوش على درايه بالموضوع دوت. انا عايزه حضرتك توجه لكل اب او ام يعني بالنسبه لو بنته او ابنه اللي حاول ان هو يتعرض لموضوع الطلاق ده ينظره نظره ثانيه، تقول له ايه؟ أنا بقول لكل أب وأم طبعا هيخاطب ابنه أو بنته، أنا بقول لهم اتقوا الله، اتقوا ربنا في أبنائكم، كونوا مبشرين، حلوا وما تعقدوش، بشروا ولا تنفروا، حلوا وما يعني ما تجعلوش كده من الحبة قبة زي ما بيقولوا. تمام. إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، بحكمة وبدين وبرأفة وبرحمة، وندي كل ذي حق حقه إذا اجتمع الكبار الأول. أهل الاستشارات سواء كان الناس اللي عارفة بالأمور واللي عندها خبرة بالأمور الحياتية، وسواء كان مؤسسة الأزهر الشريف وعلى رأسها إيه دار الإفتاء في هذا الباب. نتشاور مع أهل العلم، نتشاور مع رجال الدين، نتشاور مع الناس اللي عندهم خبرة في الحياة، ونبدأ نقول والله المشكلة هنا واحد زائد واحد حصل ناتج بيساوي اتنين، هل في حلول ولا تسريح بإحسان؟ هل في حلول ولا إمساك بمعروف؟ بس معنا مداخلة. ألو. أيوة ألو. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام يا فندم، اتفضل. عايز اقول كلمتين بالنسبه للمراه. اتفضل يا فندم. والله يا فندم المراه دي موهبه عند ربنا سبحانه وتعالى، لازم نحضر. لا طب ايه وطي علي صوتك شويه كده. وطي التلفزيون شويه عشان نسمع صوت حضرتك. حاضر حاضر. اتفضل. انا بس عايز
الاثنين بس المرأة المطلقة أو المرأة في ربنا حد في الكنترول يظبط الصوت، أنا آسف معلش من عندهم يظبط الصوت الخط عشان احنا مش سامعين حاجة. طب في مشكلة تانية بتواجه برضو المرأة المطلقة، وهي ان في بعض الأصدقاء بيخافوا بيكونوا أصدقاء يعني متداخلين، ولكن مجرد ان الزميلة أو الصحبة أو الصديقة دي اتطلقت فبتبقى خايفة على بيتها منها. ايه راي حضرتك في الحته دي؟ عادي كده السؤال ده لانه سؤال جميل جدا. عادي كده يعني احيانا الاصدقاء في بيبقوا اصدقاء متداخلين جدا مع بعض، لكن لمجرد ان سي واحده منهم اتطلقت فبتبقى خايفه على بيتها اللي هي اللي مش مطلقه خايفه على بيتها او على جوزها بمعنى اصح من المطلقه. ايه راي حضرتك في الموقف يعني ده؟ يعني ممكن نقول خايفه يعني لا تاخد جوزها، تاخد جوزها بقى وتبص لجوزها، او ما هم اصدقاء من الاول. ما هو لو جوزها فكر ان هو ياخد واحده على مراته يبقى جوز عره ما بيفهمش. تمام، بس انا بتكلم وجهه نظر الصديقه. انا الصديقه وجهه نظر الصديقه. ايه رايك في الصديقه اللي بيتغير معالم فكرها؟ ده بقى اللي عايز اساله. في مثل بيقول لك اللي خدته القرعه تاخده من الشعور، تكون رجل على رجل واثقه من نفسها وتعرض جمالها وانها يعني ايه كده. هل دي في اللحظه دي ما تحسسوش اللي هي ميته عليه بالبلدي كده، تتعامل معاه انا قطعه كده من ماس او الماز انت واخدها. لا برضو انا عايز اوصل لحته تانية. اتفضلي. هل هي في المنظور دوت تبقى هي صديقه؟ صديقه؟ لا مش صديقه. الصديق صديق. رأي حضرتك ايه بقى؟ الصديق صديق. والصديق أمانة. دعاء. والصديق. طيب معانا مداخلة أستاذة دعاء. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا، اتفضلي حضرتك. بحيي حضرتك والدكتور إبراهيم. أهلا وسهلا بيك. حضرتك. أهلا بحضرتك. دلوقتي أنا برضو كان عندي فكرة كده بسيطة يعني عن موضوع الطلاق دوت، إن هو يعني بيبقى أحيانا بيكون حل أو استبعاد لمصيبة، يعني لأن ساعات بتبقى الحياة مستحيلة وبيجوا الاهل او المجتمع اللي حوالين الوحده، لا ما تتطلقيش، لا ما تتطلقيش، بيحصل من بعدها جريمه قتل، بيحصل خيانه، بيحصل مصايب كبيره جدا بنسمع عنها في المجتمع حوالينا. فان بيكون ان يعني الحل بيبقى سهل جدا وبسيط، ان هو زي ما دخلوا بالمعروف يخرجوا بالمعروف، احسن من ان يوصل معاهم لمتاهات. الاولاد بتتشرد والبنت بعد ما تبقى حياه كويسه للاسف مكرة. للاسف. ولذا لو انت سمعتيني أيوة. انا قلت اللي مش قد الجواز ما يتجوز اذا ما كانش الزوج او ما كانش المتقدم على الزواج او المتقدمه مؤهله أيوة. نفسيا ومعنويا واخلاقيا الى غير ذلك من الامور، يعني ابنائهم فيما بعد هيكونوا يعني ايه اسوره كده من نار يوم القيامه في اعناقهم. وجهه نظر جميل، شكرا استاذ. قولي اتفضلي كملي. فبقول يعني انا قصدي ان هو يعني المفروض ان فعلا المجتمع لا ما ينظرش للمطلقه اي نظره مش كويسه، بالعكس هي كده بتحاول ان هي تحط نفسها في مكان كويس، يعني انا مش قادره اكمل فانا يعني علشان ما ارتكبش جريمه مثلا، ما اعملش حاجه غلط. الحاجه الثانيه يا استاذه كمان انا اضيف على كلامك حاجه رائعه جدا. أنا دلوقتي يعني المرأة دي لما بيتقدم ليها شاب هي ما هش عارفة أو مش عارفة إيه الباطن أو إيه اللي بيخفيه، هي شايفة الظاهر، أصل هي مش هتشم على ظهر إيدها إذا كان ده يعني طالح أو وحش، هي شايفة الظاهر إنه كويس وحاجة كده راقية إلى غير ذلك من الأمور. هي اختلطت معاه وبما معنى يعني بصي ليا وصف وتعبير، الزواج ده عامل زي البطيخة، إما يطلع قرعة تطلع قرعة أو إما يطلع أحمر كويس. خلينا كده إيه بكل موضوعية. تمام، فأنا بتكلم افرضي هي تمام خدته اتجوزت بعد كام شهر
اكتشفت انه مش محترم، انه خائن، انه عديم الاخلاق، انه فهي هي اما تتقدم له بالنصيحه بالحكمه والموعظه الحسنه، واذا طلب الجدال جادلت بالتي هي احسن، وتكون مراه عندها حكمه وعندها يعني وعي كافي بما تقول بكل ادب واحترام، سمع بيها وتغير فاهلا وسهلا. لو ما سمعش كلامها وزاد في عناده وزاد في يعني بما معنى الكلام زاد في قلة أدبه، لا، من حقها اللي هي تتطلق وتعيش زيها زي أي حتى فتاة بكر. بالظبط كده زي ما حضرتك بتقول. يعني أنا برضه يعني كان نفسي يعني من خلال برنامج بتاع الأستاذة نادين ومن خلال طبعا تدخل حضرتك المستمر في البرنامج، انكم تلموا او يعني تدعموا النقطه ديت، ان اي واحده مش قادره تكمل حياتها مع الشخص لا تقف وتقول انا مش قادره اكمل، لا، وتعرض اسبابها وتتكلم معاه بالزبط. تتكلم معاه وتجيب الكبير، لو هو عنده كبير مربي شخصيه محترمه اب او ام هيكونوا له رابع ممكن يكون او اخ او اخ المهم كبير في العيله بقى، خال، خاله، عم، اللي عمه، كلمه او اللي ليه كلمه كده، اللي ليه كلمه، وده راجع من النشأة والبيئه يعني. انا عايز بقى اضيف حاجه مهمه جدا. انا عايز اضيف حاجه مهمه جدا، وخليها كده تنطلق من برنامجك الجميل ده. اتفضل. خلينا نقول قبل ما المراه او قبل ما الفتاه تتقدم يعني للزواج وتقول انا عايز اتزوج بالشاب المتقدم ده، خلاها تعرف صفات اساسيه. اول حاجه تسال عليها، للاسف احنا بنسال على المال، على الجاه، على المنصب. عايزين نستمع للحاجات دي، مهمه جدا. اللي هتقدم على جواز او خطوبه تستمع نسمع الدكتور. اتفضل. في حاجات اساسيه انا في الاول لا انظر الى المال ولا انظر الى الجاه ولا أنظر ده من عيلة مين، الكلام ده كله كلام فاكسان، خلينا نتكلم كده بالبلدي. طيب أهم شيء أركز فيه متدين ولا لأ، يخاف ربنا، متدين ولا لأ. ومعنى كلمة متدين أي بيخاف ربنا وبيخاف حرمات الله ولا لأ، أخلاقه إيه، ملتزم يعني في الصلاة كده ويعرف ربنا ولا لا. التدين منبع الخضوع للحاكم، الخضوع لولي الأمر، الخضوع للقادة، كل ده من التدين. احنا بنتكلم دلوقتي في فئة انها شخص محترم، مش يجي لها واحد خامورجي يعني تتجوزه، ولا يجي لها شاب معلش زبالة الزبالة وتتجوزه، ونرجع نقول لا ده مش محترم، ده معيشني في سواد. لا، فأنا لازم أدور هنا على الأخلاقيات، والأخلاقيات منبع الدين، والدين منبع كل شيء حلو، والدين داخل فيه ان البني آدم ده يكون وطني، لا يكون وطني ويكون منتمي الى وطنه وجيش مصره العظيم، الى غير ذلك من الامور. دار الافتاء بنتعلم ديننا من مشايخ وعلماء الازهر الشريف اللي هم بينشروا الوسطية بناء عن قوله تعالى ان جعلناكم أمة وسطة. خش بقى في موضوعك وما تخبطيش تاني. حاضر. معنا مداخلة. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور إبراهيم بعد إذنك أنا لو سمحت. لا اتفضل معايا حضرتك أهو. اتفضل يا فندم مع حضرتك. عندنا مشكلة سعادتك، ابني متجوز وبقاله 3 سنين متجوز، والست بتاعته سايبه البيت وقتل وانتظار كده، قالت انا تعبانه عالجها وظبطها 24 قراط، وامها قالت لها انا سبت تعالجي هنا شويه، سيبها يا استاذ احمد شويه، سابها وبتاع وحاجه زي كده، وقعد يروح كام ليله كده، وبعدين قالت له بقول لك ايه، ما تجيب بعضك وتيجي تعيش عندنا في المطروح. عاوزها يسيب بيت ابوه شقه على 150 متر ويروح يسكن في مطروح عند والدتها، تقول له تعالى عيش هنا، البنت مش داخله البيت. طيب ايه الاسباب؟ عرفت اسبابها ايه؟ يعني اسباب عدم اقول لحضرتك ايه وجهه نظر، ايه وجهه نظرها؟ وجهه نظرها البنت دي كان معمول لها سحر وهي مخطوبه عندهم هناك. عرفت منين يا حاج اللي هي معمول لها سحر بس يا حاج؟ ما
ما احنا يا حاج عرفت منين اللي هي معمول لها سحر يا دنيله؟ عرفت منين؟ الشيخ جه وهي امها خريطه وراحت للمشايخ. ما راحت المشايخ وعمل راحت المشايخ يا دي النصيبه السوداء. وطلعت وخدت الوادي ابني وراحت لاخر شيخ هي رحله. بنتك ما عنديش. عرف منين بقى؟ عرف عرف يا حاج. استنى واحده واحده عشان نفهم. اقوم اجري اسيب البرنامج واجري دلوقتي. الشيخ عرف منين اللي هي مسحوره يا حاج؟ عرف منين؟ هو المبرر للانفصال والطلاق بقى بقى بيتجاب على الاسحار والجن والعفاريت يا حاج؟ هو راحت للشيخ يشوف قال ايه. طب ايه دكتور؟ استنى يا دكتور البنت الليله تعبت، الليله تعبت في البيت عندنا، تعبت تصوت وتصرخ، تصوت وتصرخ وتكلم بصوت راجل، بتتكلم بصوت راجل رائع ملبوسه يعني. جبنا شيخ من عندنا إيه عشان كده القران ملبوسه. ايوه بتتكلم بصوت راجل. ايوه كانت ملبوسه يعني عليها. طب ما جاز بتمثل يا حاج. ممكن يا جاز بتمثل. جايز مثلا ملبسه لكل الحاضرين يعني ايه سلطانيه كده علشان ايه عايزه تخلع بالحدائق. لا يا دكتور. انا راجل انا راجل بتاع ربنا بقرا القران. انا ما شوفش حاجه ماشي ظلم. أيوة. انا شفت يعني ملبوسه فعلا. الوضع الثاني ضرب الضرب كفر. ضرب الضرب موت يعني. الشيخ ضربها بهدلها في الضرب. الشيخ ضربها. الشيخ ضربها وكسرها من الضرب يا حاج عشان يطلع اللي عليها. عشان يطلع. لا او ما عمل عشان يطلع الجان. الجان قال انا الله وانا هي بتتكلم بصوت راجل فيقوم يضربها. حسبي الله ونعم الوكيل يا حاج. لا بس بقول لك انا بتكلم كلام جد. ما تبخرش من كلامي. والله ما بسخر والله ما بسخر يا حاج. احنا عايزين حضرتك احنا يعني عايزين يبقى عندنا ثقافه يعني يا حاج. عايزين يبقى عندنا بتمثل. هو خايف يكون هي بتضحك عليه. انا خايف من ده. الحاجه الثانيه مش هنجيب الموال كله ونقول على عفاريت وبتتكلم بصوت راجل وجبنا شيخ وموتها من الضرب. موتها من الضرب ازاي يا حاج؟ ازاي ده؟ جريمه ضرب ايه؟ احنا دلوقتي نشوف المراه دي ايه اسبابها. ما علقش اسبابها ان هي مسحوره وجبنا لها الشيخ وضربوها. ما جايز ابنك اللي غلطان يا حاج. جايز ابنك اللي ما رعاش ربنا فيها يا حاج. زي ما انت بتركز. اسمعيني بس، لان في حاجات كتير. ايوه يا دكتور، بس في واضح كتير. ان هناك في المناطق الارياف فبيبقى دايما في معتقدات معينه. فممكن معتقدات معينه احنا هنصلح اهو بقى. ما احنا هنصلح. بس هو ممكن بالفعل هو شايف قدامه حاله يعني بالفعل يجيب شيخ يضربها. لا هو ممكن بيقرا عليها. هي بيقرا عليها قران. دي خليه في حلقه كده مناظره. خليها في حلقه مناظره بعيد. لكن انا دلوقتي انا بتكلم في ايه بس يا استاذ انفين؟ يا دكتور انت برضو هو برضو على حق. في برضو حالات كده يا دي النيله السوداء. اسمعي بس، اسمعي فضل. يا جماعه ما فيش حاجه اسمها ده. شكلها يا واد ملبوسه، ده مسحوره يا واد. ايه يلا هات الشيخ يا ولا، ويضربها علقه سخنه ويقول لك لا ده مبرر للطلاق. ده نصيبه سوداء يا حاج. دي نيله سوداء يا حاج. احنا دلوقتي الطلاق ده ليه شروط، ليه أشياء وأسس علمية مبنية على الحكمة يا حاج. أنا أشوف إيه أسبابها يا حاج. لو مريضة أعالجها، أعرضها على الطب النفسي الأول يا حاج. مش أقول شيخ ويجي يديلها علقة سخنة وبتاع وعامل لي ابني. ما هو جاز ابنك اللي غلطان يا حاج. جاز ابنك اللي خلاها تعاني بحالة نفسية ويكون عندها مرض نفسي فتعمل كده. وشفنا حالات كتير ادعت انها مسحورة وادعت انها ملموسة وادعت انها ملبوسة وطلعت في الاخر مرض نفسي وإيحاء يا حاج. دلوقتي يكون عندنا رحمة يا حاج. رحمة ازاي ورأفة يا حاج وحكمة يا حاج. واعرف ايه الاسباب يا حاج. وزي ما انا مركز قوي في المرأة
الملبوسة وزوج بنتي ومرات ابني اللي الشيخ جه ضربها يا حاج، أنا أركز في تعاملات ابني معها من البداية يا حاج. أركز. احنا عايزين حضرتك تهتم يا يا حاج، اهتم شوية في ابنك وشوف الموضوع مصدره ايه بالظبط عشان ما يحصلش لبس، شوف هي تحصل مشكلة. شوف ابنك بيعمل ازاي. ممكن برضه خلي بال حضرتك يعني بس ممكن ان هو نتاج عن الضربة، وده ممكن يحصل لها هي حاجة شخصيا فتبقى مشكلة اكبر دي بتتعرضوا عليها. في بقى انصبة سودة بقى، معلش كده قبل معلش يعني ايه طبعا احنا وقت البرنامج جاري. اختم بكلمتين بس، معلش اختم بكلمتين في انصبة سودة. ايه هي؟ ان مفكرين الاب والام، ابو الابن وام الابن، ام اس السيد وابو اس السيد، مفكرين لما الزوجة والمرأة تقعد عندهم في البيت انها خدامة وانها بقى مطالب منها اللي هي تخدم مش عارف مين. أيوة ومطالب أيوة منها اللي ايه، واذا قصرت والدنيا ايه هتبقى مشكلة كبيرة. والدنيا تتولع نار ولنا في الحديث يعني الحديث بقية. قبل بقى ما اختم، انت نسيتي. لا انا معاك اتفضل. لا ما اقدرش. قبل ما اختم، زي ما حضراتكم متعودين مني في اي ختام حلقة انا بطلعها، بقول مصر تنطلق، مصر تعبر إلى بر الأمان بشعبها بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي أنا بصفه قائد الأمة العربية. تحيا مصر ويحيا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد الأمة العربية. وأما بمناسبة عيد الشرطة فكل عام ووزير الداخلية بخير، وكل عام ووزارة الداخلية بخير، وكل عام وكل مؤسسات الدولة بخير، وكل عام والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بخير، وكل عام وشعب مصر ككل بخير وفي أمان وفي أمن وفي سلامة وفي استقرار. وتحيا مصر رغم أنف كل حاقد وحاسد عدو لهذا الوطن العظيم. طبعا في نهاية البرنامج أنا بشكر حضرتك، وطبعا كان يعني كان نفسي الوقت يكون أطول، وللحديث بقية طبعا لأن الموضوع ده ليه يعني أسئلة كتير وهيبقى فيه مشدات أكتر، وطبعا احنا الوقت غير كافي وجاي لنا طبعا مداخلات ياما واحنا بنعتذر عنها لنظرا لوقت البرنامج. وأتمنى إن يكون البرنامج نال إعجابكم، وأقول لكم كل سنة ومصر بخير وسلام، وكل سنة والسيد الرئيس بخير وسلام، وتحيا مصر وتصبحوا على خير.